سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. فيديو تاع اليوم حنهضر لكم على مسك الطهاره. راهو داير حاله كامله مي يهضروا عليه، راهم يديروه مسك الطهاره. الريحه تاعو شابه، تحسي هكا حاجه بالانتعاش وريحه النقاء فيك. على هذا الفيديو تاع اليوم حنهضر لكم على مسك الطهاره، يعني الريحه تاعو كيفاش دايره. نفهمكم مليح كش غره ما عندكم. والحاجه الدوزيام طريقه الاستعمال تاعو. الحاجه الاولى عندي مسك الطهاره، هاولي كيفاش داير. والحاجه الدوزيام اللي هي لوسيون، فوالا هاي لي كيفاش تجي، فوالا هاي لي كيفاش جايه. بون هادوما تلقاهم عند حلاقة بلادي البنات، يبيعوهم للزوج هادوما يديروا 300,000 فوالا، ويديروا لا ليفريزون على بالكم بلي لجميع الولايات، وعندهم سيت فيسبوك وانستغرام. نخليه لكم في صندوق الوصف. الحاجه اللي حابه نفهمها لكم في مسك الطهاره البنات، انه مسك الطهاره الريحه تاعو ماشي كيما المسك قاطعه وما تقدرش تشميها، وكاين اللي ما يحبوش ريحه المسك، كل واحد واش يحب. على بالكم بلي الريحه اذواق. مسك الطهاره الريحه تاعو تكون فهمكم جايك شو ريحه النقاء. شتو كي تدوشو مليح تفحفحي روحك تخرجي من لا دوش ريحه النقاء اللي فيك. كي تستعملي مسك الطهاره تستعمليه تحسي بهذيك ريحه النقاء، شغل هذا وين خرجتي من لا دوش هكا ريحه تفحفيح فيك، ريحه النقاء، ريحه حاجه مقيه، فهمتوني. هذه هي الريحه تاع مسك الطهاره. اون بليس شوفوا هاوليك الباكاجينغ تاعو كيفاش داير، هاوليك هدايا. وعندهم تاني هدايا لوسيون تاع الكوغ، رطبي به الكوغ ديالك مع راهو جاي البرد والشتا. وهادو مليح بزاف للعرايس كي تدوهم معاكم البنات. دوك نقول لكم استعمالاته تاع مسك الطهاره. هدايا لوسيون هاوليك شوفوا كيفاش جاي، جاي اون كريم. ومن بعد كي تمشوه جاي يرطب، جايك تمشي في الكوغ وترطب لك اليد، اليديك رجليك الكوغ ديالك كامل. وريحتها تاني شابه، فوالا هاي لي كيفاش دايره. هادي لوسيون لي يجي مع المسك. المسك استعمالات تاعو البنات تستعملوه في اماكن النبض. اماكن النبض وشنو هي؟ هنايا، هنايا كما على بالكم، خلف الاذنين، يعني وين تقعد الريحه تقعد لك نهار كامل وانت تفحفحي. اماكن النبض هادو هما، ولا تستعمليه نقولوا للمناطق الحساسه. على بالكم بلي هو مبيض للمناطق الحساسه، تشدو كيما هذا كوتون ديسك تشمخوه، من بعد ديروا له هكذا وتستعملوه في المناطق الحساسه هكذا. من بعد تجوزيهم على المناطق الحساسه تاعك، ولا تاني استعمالهم ليه هايل سختو للمتزوجات. شوفوا تقعد تفحفح فيكم هاد الريحه، واش تروحوا ديروا تشدوا لي سوفيتمون تاعكم تجوزوا عليهم كامل، تقعد فيكم تقعد فيهم هذيك ريحه النقا في حوايجكم، يعني وين حبيتوا تستعملوه. هدايا مسك الطهاره معروف بزاف، مسك الطهاره انه هو مبيض للمناطق الحساسه، والريحه تاعو يعني جينيرالمون تعجبكم كامل، لانه جايه رايحه للريحه اللي ماشي قاطعه بزاف كيما ريحه المسك. كاين اللي ما يحملهاش، ولا الريحه تاعو شغل ريحه لطيفه فوالا شغل تاع النقاء. ما نقدرش نفهمكم الروايح كيفاش جايين، مي حبيت نوصل لكم المعلومه انه كي تخرجي من لادوش تقعدي تفحفحي ريحه النقاء فيك كدا. تحبي شغل هذا وين خرجتي من لادوش هذا هو هكذا الريحه تاعو تاع مسك الطهاره فوالا. وتاني استعمالات تاع مسك الطهاره، كاين اللي عندهم حساسيه من الروايح ما تحملش الروايح، عندها حساسيه، ولا كاين اللي يتوحموا ما يحملوش الروايح. مام الى عندك حساسيه ولا ما عنده حتى اضرار فوالا، وريحته كما قلت لكم ريحه النقاء. وقتاش تستعملوا مسك الطهاره؟ انا هذا نستعمله سورتو في الليل كي تجي حتى الرقدي، عمري هنا يديك مرودنيك هكذا، قلت لك لي سوفيتمون تاعك هكذا باش تقعدي فيك ريحه التفحفيح، ريحتك ريحه نقيه حاجه مليحه. وهدايا هذا نستعمله كل ليل، هذا نقدر نستعمله غدوه من داك الصباح كل ما نحس الريحه نقصت نعاود نستعمل مسك الطهاره. وهدايا لوسيون نستعمله في الليل لانه التطيب تاعو هايل، نستعمله في رجلين في يديك ويعني في الكوغ ديالك وين حبيتي استعمليه، الترطيب تاعو عالي فوالا. هذا هو مسك الطهاره، تلقاوه عند حلاقة بلادي. نخلي لكم رقم الهاتف تاعهم هنايا، واي فيديوهات راكم حابين نديرهم لكم البنات اكتبوا لي في لي كومونتير فوالا، هكا باش ندير لكم شكم حابين. واستناو ثاني جديد راهو جاي، قنبله جديد اللي راهو جاي. وهذا هو الفيديو تاع اليوم. ما تنساوش ابوني في شان يوتيوب وابونوني في الانستغرام، نبارطاجي معكم كلش في ستوري. والى فيديو اخر، والسلام عليكم.